السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية هذا نتلو الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو ان شاء الله راح اشارك معكم تصريحات بيب جوارديولا ورياض محرز. ولكن قبل كل هذه الاشياء دعونا نركز على يعني ما حدث في هذه المباراة. طبعا نبدا لكم بالتشكيل. التشكيل كان متوقع وشاركته معكم في الفيديو السابق ليلة امس. يعني التشكيل كان متوقع هو انه بيب جوارديولا راح يدخل بلاعبي الاكاديمية زائد لاعبي الفريق الاول، ورياض محرز مثل ما كان متوقع وشرحت لكم في فيديو سابق انه راح يكون اساسي. الحمد لله كان اساسي بطبيعه الحال. اما بالنسبه لما حدث في هذا اللقاء بشكل يعني مكثف، يعني كانت متوقعه بشكل كبير جدا، كانت متوقعه راح تكون سيطره لنادي يعني ليستر سيتي على نادي مانشستر سيتي بسبب يعني التشكيله التي دخل بها بيب جوارديولا. عنده لاعبين مازال ما عادوش من عطلتهم الصيفيه، فلهذا نادي مانشستر سيتي يعني ما كانش فيه توازن هذا اليوم. راينا وجه اخر لنادي مانشستر سيتي، وجه اخر ايضا لبعض لاعبي نادي مانشستر سيتي راح نتكلم عليهم بعد قليل. المهم، بدايه هذه المباراه كانت جيده للسيتي نسبيا في 5 دقائق الاولى او 10 دقائق الاولى، لكن سرعان ما سيطر نادي يعني فوكس على نظيره الأزرق السماوي مانشستر سيتي من كل الجهات. سيطرة تامة للفوكسز من الاستحواذ والهجوم والدفاع وحتى التسديد في الشوط الأول، ولكن نادي مانشستر سيتي بدأ يستعيد بريقه في الشوط الثاني ولكن بدون جدوى، إهدار العديد من الفرص بطبيعة الحال. السيتي وخطة بيب جوارديولا في هذا اليوم كان يركز على الجناح الأيسر الذي كان فيه غاندوغان وأيضا إيدوزي. إيدوزي اليوم قدم أداء يعني في الشوط الأول دون متوسط، لكن هذا الشيء أعزائي المشاهدين بديهي بطبيعة الحال، لأنه يعني هذا اللاعب في عمره 17 سنة وجد نفسه في الفريق الأول، وهذه التشكيلة المتاحة وهذه هي التشكيلة التي كانت جاهزة. ولكن أنا ننتقد يعني اللاعبين الذي اختارهم بيب جوارديولا في هذا اللقاء. كان من المستحسن أن يشرك بعض اللاعبين الآخرين اللي كانوا في كرسي البدلاء، مثل يعني برناردو سيلفا. على الأقل برناردو سيلفا يعني يبدأ أساسي في هذا اللقاء، أفضل من بالمر أو أفضل أيضا حتى زي مشاهدين من إيدوزي بين قوسين. المهم، يعني غاندوغان اليوم كان يعني سيء جدا، كان سيء جدا على جميع الأصعدة. التمريرات ما كانتش توصل يعني بشكل دقيق، يعني كل شيء كان مبعثر عند هذا اللاعب هو وايضا حتى نجمنا الجزائري رياض محرز، راح نتكلموا عليه بعد قليل. المهم، يعني غاندوغان والثنائيه اللي جمعت بين غاندوغان وايضا ايدوزي كانت سيئه جدا، يعني خسر الاستحواذ في العديد من المرات بسبب عدم الجاهزيه لهذا اللاعب. ايضا بالنسبه لرياض محرز، الجناح الايمن اللي كان يلعب فيه رياض محرز نتكلموا عن الشوط الاول كان نائم وكان في سبات تام جدا، لانه اللاعب اللي كان يساهم في ايصال الكره لهذا اللاعب كان هو يعني بالمر، وبالمر لاعب الاكاديميه يعني وجد نفسه امام نادي ليستر سيتي، نادي كبير بطبيعه الحال، يعني استطاع نادي ليستر سيتي السيطره عليه والسيطره على كافه يعني اجواء الملعب بطبيعه الحال وكافه يعني اللاعبين الذين كانوا في هذا اللقاء من ناحيه الهجوم الدفاع وحتى في خط الوسط. نادي ليستر سيتي يعني كان الرقم واحد في هذا اللقاء بطبيعة الحال حقيقة تقال. ولكن لا يعني لنا لأنه نادي مانشستر سيتي قدم أسوأ يعني مستوى له، لا بالعكس، كانت عنده بعض التحركات، بينما أيضا نجمنا الجزائري كانت عنده بعض التحركات. في الشوط الأول ما كانش يعني يتألق بشكل كبير، ولكن في الشوط الثاني انفرد نحو المرمى، يعني أحضر لهم كما نقول زي المشاهدين ضربة حرة وتم تنفيذها، ولكن كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها يعني كانت تسديدات ضائعة نحو المرمى، وبيب جوارديولا كانت عنده حسرة لهذه الكرات الضائعة من رياض محرز وحتى من زملائه مثل إيدوزي فيران توريس وايضا حتى يعني كاي غاندوغان. المهم، الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول يعني بشكل كبير جدا، بدات الحركه وبدا نادي مانشستر سيتي يستعيد بريقه، ولكن يعني ذلك البريق كان فيه العديد من الكرات المهدره. نادي مانشستر سيتي خسر امام ليستر سيتي بسبب خطا واحد، الا وهو يعني ناثان اكي الذي اقترف خطا في احد لاعبي نادي ليستر سيتي وتحصلوا على ضربه جزاء، وتلك ضربه الجزاء هي قتلت احلام نادي مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه لكي يخرج خاوي الوفاض في اول يعني لقب له هذا الموسم. قبل ما يبدا الموسم يعني خسر هذا اللقب، وطبعا هذا سيكون درس قاسي لبيب جوارديولا. وايضا راينا يعني اللاعب الجديد جاك جريليتش دخل في هذا اللقاء. بطبيعة الحال ما نحكموش على جاك جريليتش ب 20 دقيقة لعبها، يعني راح يكون عنده يعني قدر كافي من الوقت في قادم المواعيد. على العموم، تكلموا حاليا واشارك معكم اعزائي المشاهدين يعني تصريح رياض محرز قبل المباراة. رياض محرز صرح بتصريحات قوية، صرح قائلا استحقينا الفوز بالدور الانجليزي الممتاز، واستحقينا الفوز بكأس الرابطة، ربما استحقينا ايضا الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي ولكن لم نفعل ذلك. ثم بالطبع خسرنا كأس يعني دوري أبطال أوروبا بخيبة أمل كبيرة، رغم أنني أعتقد أننا استحقينا الفوز
بها. ورياض محرز ربي كتر خيره هو الذي صنع يعني لنادي مانشستر سيتي تاريخ في الدوري، دوري ابطال اوروبا. يعني كان عنده مجهود فردي والكل شهد على ذلك اعزائي المشاهدين في دوري ابطال اوروبا. فرياض محرز يعني تحسر على خسارته دوري ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الانجليزي، ولكن قائلا بانه استحققنا كل هذه الالقاب ولكن لم نحقق هذه الرباعيه. بيب جوارديولا قبل اللقاء صرح قائلا مهمته هي التاكد من اننا نتقدم دائما للامام فيما يتعلق بالطريقه التي نلعب بها للبقاء في الصداره، واشعر ان هنالك رغبه حقيقيه متواجده عند اللاعبين في ان نكون الافضل. انا متفائل جدا بشان الموسم الجديد. ولكن اذا مشاهدين كانت هذه البدايه يعني سيئه لنادي مانشستر سيتي يعني في كاول مباراه رسميه كما نقول. اما الشيء الثاني الذي اريد ان اتكلم عليه هو العالم الجزائري دائما حاضر في يعني كل بقاع العالم، في اليورو، كوبا امريكا، يعني في انجلترا كما تشاهدون اعزائي المشاهدين هنا في الشاشه الظاهره امامكم، مشجعي جزائريين هنا كما تشاهدون علمي للجزائر هنا الظاهر امامكم في المدرجات. وطبعا كانت هذه الصوره التقطت مزامنه مع مخالفه رياض محرز التي ضيعها للاسف الشديد. لو سجلها رياض محرز لما يعني شفنا شيء اخر في هذه المباراه، ولكن للاسف الشديد كانت ضائعه. ولا ننسى ايضا اعزائي المشاهدين ان جماهير نادي ليستر سيتي بدأت بالصياح والصراخ على رياض محرز عندما دخل الملعب بطبيعة الحال مثل ما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم قائلين ليستر سيتي fans are insist on booing رياض محرز this afternoon، يعني كانوا مصرين على الصياح على رياض محرز عندما يدخل أرضية الملعب. وأيضا هذه هي اللقطة المؤلمة في المباراة، هو أن رياض محرز انفرد مع الحارس وكان أمام لاعبين بطبيعة الحال يلاحقانه كما تشاهدون، ولكن أضاعها بطبيعة الحال لكي يخسر نادي مانشستر سيتي العديد من الفرص. رياض محرز لم يكن في يومه، لكي نكون واقعيين رياض محرز ما قدمش المستوى الكبير جدا في هذا اللقاء، ولكن نظرا للفريق يعني الفريق كله قدم مستوى متوسط، يعني ليس رياض محرز سيء أو الفريق سيء، كلهم يعني قدموا مستوى غير مقبول في هذا اللقاء. وطبعا يعني كنا متوقعين باللي أنه راح تكون ضربات الجزاء، ولكن إذا مشاهدين يعني ناثان اكي كلف خساره كبيره لنادي مانشستر سيتي، وممكن انه سيخسر مكانته في قادم المواعيد لانه يعني خطا فردي اثر على الفريق كله. ننتقل الان الى مقاله الجماهير الانجليزيه عن اداء رياض محرز، المهم كانت غاضبه منه بشكل كبير جدا. هذا المعلق صرح قائلا انا كنت اتوقع الكثير من رياض محرز في هذه المباراه ولكن هذا الشيء لم يحدث. تعليق الموالي قائلا يعني محرز في هذا الوقت الراهن الذي كان يلعب في هذه المباراه كنا متوقعين بانه راح يسجل هدف ويقدم اسيست بطبيعه الحال، ولكن هذا الشيء لم يحدث للاسف الشديد. التعليق الموالي قائلا نحن ليس لدينا اي لاعب يعني سريع جدا في القناه بطبيعه الحال لنادي ليستر سيتي من اجل التسجيل، ولكن رياض محرز يعني هو بطيء جدا. وطبعا هذا التعليق لتلك الفرصه التي تحصل عليها رياض محرز عندما ضيعها امام المرمى. التعليق الموالي قائلا محرز هل انت يعني اراك بخير؟ اما التعليق الموالي قائلا محرز بطبيعه الحال لا يعرف اذا راح يلعب مع ليستر سيتي او لنادي مانشستر سيتي، وهنا حصلت بيب جوارديولا على يعني ضربه الجزاء المحققه لنادي ليستر سيتي على نادي مانشستر سيتي. وشاركوا معكم الان كنقطه اخيره تنقيط رياض محرز في هذه المباراه، تحصل على 6 من ضمن 10 على حسب موقع هوسكور، وهو كان من بين يعني ليس الاسوء، ولكن اعزائي المشاهدين كما قلنا التشكيله كلها فيها يعني نقاط متوسطه، يعني افضل تنقيط هو 7 من 8 10، اسوأ تنقيط كان 5.8 لفيران توريس. اما حسب موقع يعني سوفا سكور تحصل على 6.6 من 8 10. اللاعبين اللي تألقوا بشكل كبير هو روبن دياز، وايضا عندنا زاك ستيفان، وايضا نقدر نقولوا انه جواو كانسيلو حسب رايي الشخصي. فكان هذا فيديو اليوم، خساره مؤلمه لنادي مانشستر سيتي، ولكن نتمنى انه راح يستعد بيب جوارديولا وفريق سيتيزنز يعني للموسم الجديد بكل قوه. هذا ما اتمناه، وكان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.